هنتكلم في الجانب الاخلاقي ده، لانه مجموعه الاصدقاء اللي كانوا موجودين مع احترامنا الكامل للجانب القانوني هم اصدقاء برضو ذوات ثقل في المجتمع المصري والفن المصري والعربي. عمرو دياب مش نجم قليل، ولا بقيه الاسامي المحترمه اللي انت قلتها. وزي ما انت قلت، في ناس رجعت الديبوزيت او مقدمات العقد. مش مقدمات العقد يا استاذ، انت لازم تفهم الموضوع. انا فهمت ده. لا انا مش عايز اتكلم، انا مذيع، خلينا اتكلم. مش هتعرف تقاطعني. لا مش هعرف اقاطعك. خليني اكلمك. انا عايز اوصل لك فكرتي وموضوع انا وصل لي فكرتك، بس خليني انا اوصل لك انا الاول فكرتي. اتفضل. احنا بنشتغل مسلسل بياخد فيه 9 مليون جنيه. تمام. هياخد 5% دفعه التعاقد، 10% دفعه بدايه التصوير، 15% منتصف على حسب دوره بيخلص فيه قد ايه. يتبقى مبلغ 3,600,000 جنيه على شيكين بعد العرض في رمضان 2017، شيك باتنين وربع اللي عليه المشكلة دي يوم 25/6 ماضي على إيصال استلام شيك باقي أجره باقي كذا، هوريهولك دلوقتي. وشيك تاني بتاريخ 15/9 ب1,350,000 باقي أجره. لما جه توقف العمل بقرار من جهة سيادية، ومعايا برضو الورقة بتاعت الجهة السيادية، بعتنا للناس كلها اخواننا المسلسل مكملش. بما انه مكملش، الشيكات دي ما تصرفوهاش بقى، هاتوها. وانظرناه رسميا على يد محضر، وهو رفض يسلم الشيكين وتقدم بيهم في موعدهم. كنت انا طبعا فضيت حسابي في البنك، خد رفض عليهم، وخد رفض وتحرك قضائيا وبدا يتحايل ويقول دي فلوس شقه، دي فلوس ارض. والكلام ده قاله لعمرو دياب، وقاله ليحيى البستاني، وقاله لشريف خالد، وقاله لتامر مرسي. الفلوس دي مالهاش علاقه بالمسلسل، المسلسل ده موضوع تاني، موضوع تاني. هي هنا المشكله، دي مش مقدمات، دي اخر حاجه بعد اخر دفعه. يعني كان التصور العام هو مخلص بشهاده غرفه صناعه السينما اللي كتبه تقرير في صالحي مش في صالحه بعد ما تدخله، ان هو صور 48% من دوره، ولا يحق ليه ان هو ياخد 3,600,000 دول، لان دول المفروض بعد العرض، يعني يكون خلص المسلسل واتعرض وانا بدات الم فلوس. ونظرا ان اجره كبير 9 مليون جنيه، الفلوس دي بتاخد بعد ال تمام. يعني هو مش صادق في مساله. لا يا فندم، هو كذاب. انا بقول لحضرتك محمد فؤاد كذاب لما يقول ان دي فلوس شقه، يبقى هو كذاب. انا بقولش بقى صادق ولا مش صادق، احنا انا مش جاي اجمل الكلام. لما هو يقول بعد كده في حاجه ثانيه، هو غدار. لان انا لما اروح اتنازل ونقعد قعده رجاله، مفترض يعني ان احنا رجاله، وانا ما كانش هامني الموضوع ده ولا فارق معايا الموضوع ده، وبقولها على الملأ، الفلوس موجوده هرميها له، يعني ساعه لو اقولها الاقي نفسي هتسجن هديله الفلوس. تمام. يعني مش تامر عبد المنعم اللي هيتسجن، ولا تامر عبد المنعم اللي هيتعمل له التشهير ده. تمام. مع احترامي الشديد لنيافته، مش تامر عبد المنعم اللي اتقال له على 2 مليون وربع $160,000 ولا $170,000 هتتسجن. في حين بقى ان انا عندي شركاء في هذا العمل، منهم تامر مرسي ومنهم حسن راتب. احنا انا هرجع، لانه شركه فعلا. بما انك ذكرت الشركه دلوقتي، حسن راتب شريك في انتاج المسلسل، كان دوره ايه في مساله؟ ما فيش حد كان له اي دور في اي حاجه. كل المساله اللي حصلت ان محمد فؤاد غدر بعد قعده الرجاله، بعد قعده الرجاله اللي كانت يوم 3/22/11. تمام. وقال لك خلاص اديني مليون جنيه، انا مزنوق. بعت له المليون جنيه مع يحيى البستاني، ويحيى البستاني راح المحكمه شاهد بده. تمام.